بتشاركوا بإيه في المعرض السنة دي وإيه أبرز المنتجات اللي بتقدموها؟ طيب احنا شركة الكابلات السعودية. شركة الكابلات السعودية تعتبر اقدم شركة كابلات موجودة في المملكة العربية السعودية، عمرها تقريبا فوق 45 عام الان. بنصنع المنتجات الكهربائية، الكابلات الكهربائية من الاسلاك الكهربائية، كابلات الضغط المنخفض المتوسط والضغط العالي، بالاضافة الى بعض الكابلات حقت الفايبر اوبتيك كيبلز. مشاركتنا احنا في المعرض هذه ثاني سنه ان شاء الله السنه هذه في الكتريكس، اقبال نوعا ما طيب السنه مقارنه بالعام الماضي. كان العام الماضي كان افضل. عملنا احنا في صدد توقيع بعض الاتفاقيات ان شاء الله مع بعض الجهات الخاصه والجهات الحكوميه، وان شاء الله باذن الله حنتم الاعلان عنها قريبا ان شاء الله بعد الاعلان. يعني ما فيش ناتيات لسه، والله احنا في صدد توقيع فما نقدر نعلن عن اي شيء الى ما ان شاء الله باذن الله يتم التوقيعات وتنتهي منها.